معدلات الفقر في العراق ارتفعت بشكل كبير مؤخراً وفقاً لإحصائيات دولية وعالمية. عوائل فقيرة مهددة بالترحيل من منازل التجاوز، وأخرى لا تستطيع دفع إيجار المنزل بسبب عدم توفر فرص العمل. بعض الأسر وجدت نفسها على قارعة الطريق. مقطع مصور يرصد سكن إحدى العوائل الفقيرة في خيمة بمحافظة القادسية. هذه العائلة لماذا تسكن اليوم بخيمة؟ للأسف لأنها لم تتمكن من دفع إيجار الشقة التي كانت تعيش بها منذ ما يزيد عن 3 أشهر، فأصبح مصيرهم أن يفترشوا الطريق. السلام عليكم. هاي العائلة مثل ما هي واضح عايشة بالخيمة. العائلة رب الأسرة طبعا هو يشتغل يعني عماله، يوم يطلع يوم لا، 10 لا، تعرفون بعد الوضع، كبر بالعمر وماكو شغل، وقام بعد ما يقدر يشتغل مثل قبل، قاعدين هم بالإيجار 3 أشهر، هم ما دافعين الإيجار، إجا أبو الإيجار شيلهم وأخذ الثلاجة اللي عندهم باعتبارها بدل الإيجار اللي ما دفعوه لمدة 3 أشهر. موجودين هسه هم هنا بهاي الخيمة بالشامية بمحافظة الديوانية، يعني وضعهم كل الصعب، الأطفال، النساء،